try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم مجددين تونا، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفوا واحد الحاله واللي هي اخر حاله. شاد الحالات كاملين اللي شرحت لكم هي اخر حاله. هاد الحالات كاملين تنشرح لضبطيهم، تعرفوا ان الفقرات ما عندكمش اني بروبليم مع شي حاجه سميتها التكامل. بلس هاد الفقرات اللي جايه من بعد يقولوا يبانوا لك شي حاجه سهله، شنو هي؟ لانك ضابط القواعد ديالك. نبداو بالحاله 29، ولكن قبل اش يقول لك؟ تقول لك الا عندك اكسبونسيال تاع ان اكس، فاحنا عارفين واحد اللقطه. فلما مثلا عندك اكسبونسيال، هي نجي نقول لك الا عندك اكسبونسيال تاع اكس ما عندناش معها اني بروبليم، فهي اكسبونسيال تاع اكس. ولكن ملي تكون اكس حدا واحد العدد، يعني عدد ينتمي الى اغ، واش متفقين؟ خصو ما يساويش الزيرو، ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب. فنورمالمون الاغلبيه اللي تخدموا بها هي هذه، واحد على ان اكسبونسيال ان اكس. ولكن حنا علاش نعذبوا مع راسنا؟ نعطيكم هذاك الشيء من الاخر. كتب الاكسبونسيال ديال ان اكس، دير كسر هذاك العدد اللي لاصق حدا اكس، حطه في المقام. كان موجب تبارك الله، كان سالب، تضطر بانك طلع الاشاره السالبه هنا، لان حشومه يكون المقام سالب. باش نقدروا نفهموا الفكره اكثر، نمشيو مباشره للحاله 29. الحاله 29 ماذا تقول؟ عندنا التكامل من ناش من ناقص واحد حتى الزيرو ديال اكسبونسيال ديال اكس ناقص اكسبونسيال تاع جوج اكس دي دو اكس. هنا تنصور راسي واش اكسبونسيال تاع اكس ممكن ندير لها الداله الاصليه تاعها؟ وي ممكن ندير لها الداله الاصليه. نجي لهنا ناقص 4 كونستونت، اتوقع هنا اكسبونسيال تاع جوج اكس واش ممكن ندير لها الداله الاصليه تاعها؟ هنا ممكن ندير الداله الاصليه بطريقه مباشره، مع عندي ما نبسط لها لهم يحزنون. يعني يولي عندك مباشره نديرو. يعني شنو هي الداله الاصليه تاع اكسبونسيال تاع اكس؟ هي اكسبونسيال ديال اكس، متفقين؟ مناش من ناقص واحد الزيرو. عندك هنا الناقص، دير الناقص، ولكن الله يرضى عليكم يا شباب، الناقص قدامها قوس. شدم عندي انا خاصية تتسمى خاصية الناقص قدامها قوس، ناقص قدامها قوس، هاهي افتح قوس. ونجي نديرو الدالة الأصلية تاع 4 إكسبونونسيال، لأن هاديك الناقص راه خطيرة. أتبقى لك هنا 4، هنا اكسبونسيال تاع جوج اكس، شنو غنديرو ليها؟ غنكتب اكسبونسيال، راه كاين هنا الضرب، اكسبونسيال تاع جوج اكس، شنو هو العدد اللي لاصق حدا اكس؟ هو جوج، نحطو لتحت، مناش من ناقص واحد الزيرو، نسد القوس تاعي، ابخي نجي نحسب. ولكن قبل هنا غتمشي لك جوج، لان شنو هي 4 هي جوج في جوج، تمشي لك جوج مع واحد جوج، يعني غتبقى لك واحد جوج، يعني نقادو التعبير باش ان شاء الله كلشي يفهم لينا، هي من ناقص واحد الزيرو ناقص، وبقى فاتح لي القوس هنا شحال يبقى لي؟ يبقى لك هو جوج اكسبونسيال تاع جوج اكس، مناش من ناقص واحد الزيرو. هاد جوج اللي في المقام راه مشات، لان راه واحد جوج، لان 4 هي جوج من جوج. قلنا صافي، دابا نغومبلاسي، دائما تنغومبلاسي بالعدد الفوقاني. اكسبونسيال تاع زيرو هو شحال؟ هو واحد، ناقص على الخاصية. الاكسبونسيال ديال ناقص واحد تبقى هي الاكسبونسيال ديال ناقص واحد، ناقص فتحوا لي قوس، فتح لي المعيقيفة باش نعوضو بالعدد الفوقيني. جوج في زيرو هي زيرو، اكسبونسيال تاع زيرو هو واحد، واحد في جوج هي جوج، هاهي ناقص على الخاصية. نجي نكتبها ليكم هنا في الذكرى تنفع المشاهدين، اكسبونسيال تاع زيرو تساوي واحد، هاهي كتبوها هنا. نعوضو جوج في واحد اللي هي جوج، اكسبونسيال تاع جوج هو نفسه، ومع ديك جوج تبقى هي جوج اكسبونسيال ديال جوج. ابخي دابا نحيد المعقوفة ونحيد الأقواس، إيكال غيبقى لك هنا واحد ناقص الاكسبونسيال ديال ناقص واحد، وهذا ممكن نديرو ليه واحد اللقطة ولكن أبار، ناقص وعندي القوس، يبقى لك هنا هو جوج ناقص جوج اكسبونسيال ديال جوج، شحال تساوي؟ هي واحد ناقص، اللهم نقادو المسائل ولا نخليها، نخلو داكشي بلاتي علينا، ناقص واحد ناقص، شوف القوس مسبوق بالناقص، يعني داخل الأقواس شو قالت تبدل لي الإشارة ديالها، شتو تولي ناقص جوج زائد جوج اكسبونسيال ديال جوج. نحسب الأعداد مع بعضياتهم، عندك سيدي واحد نقص منه جوج هي ناقص واحد، ناقص الإكسبونسيال ديال ناقص واحد زائد جوج الإكسبونسيال تاع جوج. هذا ممكن نبسط، يعني وصلت حتى لهنا راه النتيجة صحيحة، ولكن ممكن نبسط التعبير أحسن، يقدروا يقول لك بين ان وخاصك توصل لنا هذه النتيجه. تنعرفوا بان الاكسبونسيال تاع ناقص ان، بقي يلاه قلتها في الفيديو اللي قبل، هو واحد على اكسبونسيال اس ان. يعني هذه شحال تساوي لي يا شباب؟ تساوي لي ناقص واحد ناقص اش؟ واحد على واحد على اكسبونسيال تاع واحد، اكسبونسيال الشباب تاع واحد هو نفسه، ها
اكسبونسر تا واحد راه يساوي الاكسبونسر نفسه، يعني مباشره نحيد هذه زائد اش زائد جوج اكسبونسر او كاري. من بعد ممكن نوحد المقام، مقام واحد هو اكسبونسر، نضرب هنا في الاكسبونسر ونقسم على الاكسبونسر، كذلك بالنسبه لهنا هنضرب في الاكسبونسر ونقسم على الاكسبونسر. هذه ماشي ضروريه ولكن خصني نوريكم كيفاش تعلموا الحساب. اولا المقام واحد هو الاكسبونسر، ودائما سبقوا التعبير موجب. هنا تبقى لك هي جوج ومع هذه تبقى لك هي جوج اكسبونسر اس 3. هنا استعملت واحد الخاصيه تقول لك عندك اكسبونسر اس ا في الاكسبونسر اس ب ما تساوي اكسبونسر تاع ا زائد ب. يعني هنا شحال هي جوج وشنو هو الاس؟ هنا هو واحد جوج زائد واحد هي ثلاثه. اوكي نجيب عند هذا ناقص واحد في الاكسبونسيل هي ناقص الاكسبونسيل ناقص واحد. هكا انتك النتيجه ماشي بحال هكا، يعني شويه مدعبزه كما تنقولوا. نمت الاخر اذا التكامل من ناش التكامل من ناقص واحد لزيرو ديال اش ديال اكسبونسيل تاع اكس ناقص 4 اكسبونسيل تاع اكس دي دو اكس شحال تساوي؟ هي جوج اكسبونسيل اس 3 ناقص الاكسبونسيل ناقص واحد على اش على الاكسبونسيل. هذا ما كان بالنسبة لحالة 29، فامسح هذه الحالة وندوزو ل 30. ندوزو شباب دابا نخدمو على الحالة 30، نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليها، اولا ديروا بوز الفيديو وسيروا جاوبوا عليها. عندنا التكامل من 0 ل 1 شحال عندنا من طرف؟ عندنا ثلاثة طروفين، الطرف الاول الطرف الثاني والطرف الثالث. تنصور راسي واش الطرف الاول ممكن ندير ليه الداله الاصليه تاعو؟ وي ممكن ندير ليه الداله الاصليه، مزيان. نمشي للطرف الثاني واش ممكن ندير ليه الداله الاصليه تاعو؟ وي مزيان. واحد عدد واش ممكن ندير ليه الداله الاصليه تاعو؟ شفنا شنو في الفيديو الاول، وي حتى هو ممكن. يعني مباشره نمشي ديريكت وندير الداله الاصليه. ولكن دائما يا شباب خاصيه ناقص قدامها قوس، راه اللي ما دارش ناقص قدامها قوس يوقع لي داك الديسك تاع مشيتي فيها الغلطه درتيها وداك الشيء اللي ما بغيناش ليكم. يعني شحال تساوي لي؟ شنو هي الداله الاصليه ديال هذه؟ قلنا نديرو اكسبونسر 4 اكس، بما ان اكس لاصقه حدا واحد الربع حطها في المقام. ها هي مزيان، مناش من 0 لواحد ناقص افتح قوس. هنا تبقى ثلاثة كونستونت، غتبقى اكسبونسيل ديال اش؟ ديال جوج اكس، مزيان. من سيادنا اكس حدا جوج حطها في المقام، هاهي فين هي؟ مناش من زيرو لواحد، سد القوس. هنا كاين واحد الناقص، ناقص قدامها قوس. فشنو هي الدالة الأصلية ديال أ؟ هي أ اكس، يعني شنو هي الدالة الأصلية ديال واحد؟ هي واحد في اكس اللي هي بلغة أخرى اللي هي اكس. مناش من زيرو لواحد. أوكي نسد القوس تاعي. دابا نجي نعوض، أش تعطينا؟ تعطينا الاكسبونس اكس نعوضها بواحد، واحد في 4 هي 4 كتبقى لك هي اكسبونسيل اس 4 على 4. غنقول لكم واحد اللقطه تيديروها بعض العلماء المغاربه والله يسمح ليهم. عرفتي شي واحد هنا اش يديروا؟ عندك اكسبونسيل ديال مثلا 4 على 4، اش يدير لينا؟ غتمشي ليه 4 مع 4 ويحط لينا الاكسبونسيل. اش نقولوا ليه؟ نقولوا ليه راك غادي في خسران حمالي. واش حذاري مع هاد العلماء؟ ثم حذاري، نتمنى ان الفيديوهات تاعهم يكونوش يشوفوهم هاد العلماء، حتى الا كانوا تيشوفوهم ففي اتونسيون ثم في اتونسيون ثم في اتونسيون من هاد الغلط، لان تنشوفوه بزاف. حذاري من هاد الغلط، تتبقى بحال هكا تيتي بحال هكا في بلاصتها. اوكي ندوز نعوض بزيرو. عندنا 0 في 4 هو 0، اكسبونسيل تاع 0 هو 1، باقي الله قايلها دابا غتبقى هي 1 على 4 ناقص كاين قوس. نجي نعوضو، جوج في واحد دائما العدد الفوقاني هو 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 جوج، الاكسبونسيل تاع جوج هو اكسبونسيل تاع جوج. في ثلاثة غتبقى هي ثلاثة، غتبقى هي ثلاثة، ثلاثة على جوج، ثلاثة على جوج اكسبونسيل ديال اش؟ ديال جوج. ناقص دابا نعوضو بزيرو، جوج في زيرو هي زيرو، اكسبونسيل تاع زيرو هي واحد، واحد في ثلاثة هي ثلاثة، ثلاثة تبقى لك هنا ثلاثة على جوج. يعني الحساب صابون. ناقص اش؟ ساهلة، هنا راه كاينة اكس نحقرو عليها، غيبقى لك هنا هي واحد ناقص زيرو. اصلا هذا راه مشى للزيرو، نجي لهنا، دائما نخرجو الاعداد، تبقى لك هي واحد على 4، اكسبونسيل ديال 4، ناقص واحد على 4، نجي لهنا، غتبقى لك ناقص فاتونسيون، راه هنا الإشارات تبدلت، تبقى هي ناقص 3 على 2، ناقص 3 على 2، اكسبونسيل ديال 2، دائما نسبقو الأعداد، طن برا، ناقص مع الناقص، ناقص مع الناقص تعطينا زائد ياك، غتولي هي زائد اش 3 على 2. نجيو لهنا، واحد ناقص منو زيرو هي واحد، ومع هاد الناقص تبقى هي ناقص واحد. نجمعو الأعداد بوحدهم واللي فيهم الإكسبونسيل بوحدهم. أوكي شباب،
اوكي، نجيبو هذا 3 على 2، نجيبو حدا ناقص 1 على 4 ناقص 1. الاخرى اللي فيهم اكسبونسيال خليهم كاين هذا وكاين هذا، تولي هي زائد 1 على 4 اكسبونسيال تاع 4 ناقص 3 على 2 اكسبونسيال ديال 2. تيبان لي انا المقام الموحد اللي مسيطر على هادشي كامل راه هو 2، ساهله هو 4. هنا كاينه 2 اش خاصه، غنضرب في 2 ونقسم على 2. هنا كاين 4 مزيان، هنا غنضرب في 4 ونقسم على 4. هنا كاين 4، هنا راه باينه غنضرب في 2 ونقسم على 2، غيولي عندي المقام الموحد هو شحال يا شباب؟ هو 4. هنا 2 في 3 غتعطيك هي 6 ناقص 1 ناقص 1 في 4 اللي هي ناقص 4، 1 في الاكسبونسيال تاع 4 هي زائد الاكسبونسيال تاع 4. هنا ناقص 3 في 2 هي ناقص 6 الاكسبونسيال او كاري. دابا نحسب الاعداد بوحدهم، غيبقى هو 4، تبقى 6 نقص منها 4 هي 2، و2 نقص منها 1 تبقى هي 1. اوكي، ولكن احسن حاجه نسبقوا الدرجات الكبيره، اكبر درجه هنا هي اكسبونسيال اس 4، ما كاينش معايا ما تحسب. نجيب حدا ناقص 6 اكسبونسيال او كاري، بلاش قلنا 6 نقص منها 4 هي 2، 2 نقص منها 1 هي 1، صافي هذه مانتكا النتيجه مانتكا. اذا التكامل من ناش، تكامل من 0 لواحد ديال جيل اكسبونسيال 4 اكس ناقص 3 اكسبونسيال ديال 2 اكس ناقص 1 ديال 2 اكس شحال تساوي؟ هي الاكسبونسيال اس 4 ناقص 6 الاكسبونسيال او كاري زائد 1 على 4. هذه هي النتيجه بالنسبه للحاله 30. ندوزو للحاله 31. بالنسبه للحاله 31 هي من امتحان وطني نورمال 2016، الدوره العاديه 2016. نتمنى انكم تجاوبوا عليها ونرجعوا باننا نصحوها. فابقوا معنا. ندوزو الحالة 31، ولكن نتمنى انكم تكونوا جاوبتوا عليها. فاول حاجه شحال عندي هنا من طرف؟ عندي جوج طروفه، تنسول الطرف الاول واش ممكن ندير ليه الداله الاصليه ديالو؟ وي ممكن ندير ليه الداله الاصليه. ندوز للطرف الثاني، واش ممكن ندير ليه الداله الاصليه تاعو؟ وي ممكن ندير ليه الداله الاصليه، يعني مباشره نمشي ندير الداله الاصليه. تتساوي هي اش؟ شنو هي الداله الاصليه تاع اكسبونونسيال ديال 2 اكس؟ بما ان اكس حداها واحد العدد، تمشي المقام وحط لنا داك العدد مناش من 0 لالين ديال 4 ناقص. بالنسبه لهذا الامتحان الوطني راه كانوا ديجا عاطين النتيجه، ولكن حنا نخدموا ابار النتيجه اللي نكونوا ضابطين واحد الحاجه. ولكن تنقول لكم الشباب واحد الحاجه مهمه، خاصيه ماذا تقول؟ الناقص قدام قوس، الناقص قدام قوس. يعني اول حاجه انا شباب نتمنى انكم تكونوا درتوا قوس. تبقى هنا 4 ثابته لانه كاين ضرب 4. فالاكسبونسيال تاع اكس شنو هو؟ مني ما حدا اكس ما حدا حتى شي عدد، يعني حدا اشاره هي موجبه، كاينه اكس سولو مولو مريحه بوحدها، فهي نفسها تبقى هي اكسبونسيال ديال اكس. مناش من 0 الين ديال 4، نسد القويز ديال ابار نجي نحسب. الاكسبونسيال هتولي نعوض بالالين تاع 4، تولي هي الالين تاع 4 او كاري، يعني الاكسبونسيال يمشي لك مع الالين غتبقى لك هي 4 او كاري هي 16. ندخلوها الكالكولاتريس، ديروا الاكسبونسيال تاع 2 في الالين تاع 4 تعطيكم هي 16، 16 على 2 ناقص تاع الخاصية نعوض دابا بزيرو، 2 في الزيرو هي شحال؟ هي 0، اكسبونسيال تاع 0 هو 1، تولي لك هي 1 على 2 ناقص افتح قوس. نجي لهنا غتبقى لك هي 4، الاكسبونسيال الاكس نعوض اكس بالالين تاع 4، الاكسبونسيال يمشي مع الالين تبقى لك هي 4، يعني 4 في 4 ناقص تبقى لك 4 في اش؟ الاكسبونسيال تاع 0 نعوض دابا العدد التحتاني، راه تنعوض راه هادشي راه صافي طلع لينا في ريوسنا نحسب، راه خاص يعني الحساب خاصكم تكونوا ضابطينه. اكسبونسيال تاع 0 شحال هو؟ 1، 1 في 4 غتبقى لك هي 4 هاك. ابخي نحيد الاقواس، 16 على 2 هي 4 شباب، ولا هنا نلعب على المقام موحد مزيان، خلي المقام هنا موحد هو 2، 16 نقص منها 1 هي 15. نجي لهنا ناقص 4 في 4 هي شحال؟ هي 16. هنا شحال تعطينا؟ تعطينا 4 في 1 اللي هي 4، ف 16 نقص منها 4 غتعطيك هي 12، 16 هي هذيك نقص منها 4 غتعطيك 12 مع هذا الناقص تعطيك هي ناقص 12. اش ندير هنا؟ بحال واحد المقام بحال نضرب في 2 ونقسم على 2، المقام موحد هو شحال؟ هو 2، غتولي لك هي 15 ناقص عندك هي 24،
وي هي 24، ف 15 تعطيك هي 15 نقص منها 24 جوستي تعطيك هي 9 على 2، وهذه هي النتيجه، لان هي هذيك 24 نقص منها 15 تعطيك هي هذيك، عطاتك هي واحد غيبقى لك 10، مشات هي هذيك 6 تعود على جوج، يعني تاكدوا لي من هذه النتيجه، ولكن جوج بان مليون في المية بان هي تعود على جوج. نوت الاخر اقول لهم اذا التكامل ما لناش نظير الالين ديال الاربعه ديال اش ديال اكسبونسيال جوج اكس ناقص 4 اكسبونسيال تاع اكس دي دو اكس شحال تساوي هي 9 على 2. هذا ما كان بالنسبه للحاله 31، بصح صبوره وندوزو للحاله 32، بقاو معنا. ندوزو شباب الحالة 32، عندنا الحالة 32 هي هادي، عندك بس على مقام، إلا جيتي تشتق الإكسبونسيال ما يعطيكش هادشي اللي الفوق كما كنا شفنا في الخاصيات اللي قبل، لأن عندك إكسبونسيال دو إكس مريح بوحدو الفوق راه عندك دالة كبيرة، أش خاصك دير؟ عندك إكسبونسيال في مقام طلعو البسط، شو اللقطة اللي عندي اللي راه قلتها لكم في الفيديو اللي فات واللي هي من زيرو إيش؟ الالان ديال جوج شحال تبقى هي اكسبونسيال ديال جوج اكس زائد اكسبونسيال تاع اكس زائد واحد. عندك الاكسبونسيال هنا الاس تاعو كيدير موجب ملي نطلعو البسط يولي ضرب، ولكن الاس تاعو تيولي سالب. استعمال الخاصيه الذكرى تنفعو المجتهدين، تنقولوا بان عندك ا يكون عدد ولا يكون تعبير اكسبونسيال ديال ان، متى تتساوي هي ا فاش في الاكسبونسيال تاع ناقص ان، يعني اللي كان موجب تنطلع الفوق تولي سالب والعكس صحيح. اذا كان عندك ا على اكسبونسيال اس ناقص ان، هذاك ان ممكن يكون عدد ممكن يكون دال، اي دونت فاكن كير. هنا كتبقى هي ا في اش، هنا الاس كيدير سالب نطلعو الفوق يولي موجب. اوكي دابا اش ندير؟ هذا مكتوب على شكل ضرب، ما يمكنش ليا ندير لي الداله الاصليه ديالو، نشرو متفقين، ولكن ملي تنشرو ديرو المقابل. عندنا التكامل من زيرو الالين ديال اش ديال جوج، غتولي عندك الاكسبونونسيال في الاكسبونونسيال، تبقى لك هي الاكسبونونسيال. نجيكم من الاخر نعطيكم عاوتاني القاعده، يقول لك الا عندك اكسبونسيال تاع ا في الاكسبونسيال ديال بي تساوي اكسبونسيال تاع ا زائد بي، يعني اكسبونسيال في اكسبونسيال يبقى اكسبونسيال، ولكن ندير جمع تاع الاسس، يعني اش تولي؟ تولي جوج اكس ناقص اكس. ندوز هنا عندك الزائد تبقى الزائد، اكسبونسيال في اكسبونسيال هو اكسبونسيال، عندك اكس تناخذ هذاك بالاشاره تاعو هو ناقص اكس، لان تولي الزائد مع الناقص هي نفسها، يعني لا نلعبوش نديروا هادشي تاع الدراري الصغار. زائد اش واحد في الاكسبونسيال هو نفسه هو الاكسبونسيال تاع ناقص اكس، هادشي كامل اش دي دو اكس. قادو العيبات ديالنا قلنا هي ناقص اكس، هادشي اش دي دو اكس، غيولي التكامل من زيرو الالين ديال جوج. نبسط التعبير تاعها، غيولي اكسبونسيال جوج اكس مقسم منها اكس هي اكس، زائد الاكسبونسيال ديال اكس ناقص اكس تعطيك هي زيرو، زائد الاكسبونسيال تاع ناقص اكس دي دو اكس. نزيد نبسط التعبير تاعي، هي من زيرو الالين ديال جوج ديال اش ديال اكسبونسيال تاع اكس زائد اكسبونسيال تاع زيرو هو واحد زائد اكسبونسيال تاع ناقص اكس دي دو اكس. دابا مني نبسط التعبير تاعي تمشي نصور راسي شحال عندي بعدا كاين من طرف، هنا عندي ثلاثة طروفة. الطرف الاول واش ممكن ندير ليه الدالة الاصلية تاعو؟ وي ممكن ندير ليه الدالة الاصلية تاعو، لان اكسبونسيال تاع اكس الدالة الاصلية تاعو هي ا اكس، اكسبونسيال اس ناقص اكس مكتوب على شكل اكسبونسيال ان اكس، فهي الدالة الاصلية تاعو مباشرة نديرو على شكل دالة اصلية. شحال تساوي؟ اكسبونسيال تاع اكس هي نفسها مناش من زيرو الالين ديال جوج، زائد هنا ما كاينش بروبليم لان كاين الزائد الدالة الاصلية تاع واحد هي واحد في اكس، يعني هي اكس من زيرو الالين ديال اش ديال جوج، زائد انزل هنا كاين الزائد اني بروبليم، الدالة الاصلية تاع اكسبونسيال ناقص اكس هي اكسبونسيال ناقص اكس، شنو هو اللي حدا اكس هو الناقص نديرو، والناقص هو ناقص واحد، فدائما شدو من عند هاد اللقطة، فإذا كانت بالكم الناقص زائد فهو في الحقيقة هو واحد، والناقص في الحقيقة هو ناقص واحد، مفهوم؟ عقلوا على هاد اللقطة، هنا ناقص واحد، ناقص حشومة تكون في المقام نطلعها هنا، وأي حاجة على واحد هي نفسها، يعني مباشرة ندير لها هاد اللقطة مناش منظروا الآلين ديال جوج، أبخي نجي نعوض. اكسبونسيال تاع الالين تاع جوج يمشي اكسبونس مع الالين تبقى لك هي جوج ناقص اكس نعوضها بزيرو زائد اكسبونسيال تاع زيرو هو واحد، زائد هنا اكس نعوضها بالالين تاع جوج هذه مزيانه الالين تاع جوج ناقص الخاصيه اكس نعوضها بزيرو
زائد هنا تبقى عندك الناقص الاكسبونسيال تاع ناقص اكس اكس نعوض بالال، انت نعرفوا ان اكسبونسيال تاع ناقص ان ماذا تساوي؟ هي واحد على اكسبونسيال اس ان، يعني الاكسبونسيال تاع ناقص الال ان ديال جوج ماذا يساوي؟ هو واحد على الاكسبونسيال تاع الال ان ديال جوج، الال ان مشى مع الاكسبونسيال تبقى هي واحد على اثنين، او ممكن ندخلوا الكالكولاتر تلقاكم هي واحد على اثنين ناقص افتح قوس اكس نعوضها بزيرو، زيرو مع الناقص هي زيرو، واكسبونسيال تاع زيرو هي واحد، ومع الناقص تولي هي ناقص واحد. يعني غير الحساب، غير الحساب يعني الامر بسيط، يعني اهم حاجه هي الطريقه، ولكن فاطونسيون مع الحساب لان هو عنده واحد الاهميه كبيره بزاف في حساب التكامل. ابخ نجي نحسب، جوج نقص منها واحد تعطيك هي جوج، الالين تاع جوج نقص منها زيرو تبقى لك هي زائد الالين ديال جوج، هنا كتبقى لك زائد مع الناقص هي ناقص واحد على جوج، ناقص مع الناقص هي زائد واحد، اوكي تبقى لك هي زائد واحد، زائد واحد. نزل هنا وقال درت واحد الفوت، هنا جوج راه ناقص واحد راه هي واحد. ابخي نجي نحسب، تبقى لك واحد زائد واحد اللي هي جوج، ناقص واحد على جوج، زائد الالان ديال جوج. احسن حاجه هو نوحد المقام، مقام واحد هو جوج، هنا عندي جوج اني بروبليم، هنا ما عنديش جوج نضرب في جوج ونقسم على جوج، كذلك بالنسبه لنا ما عندي جوج في المقام نضرب في جوج ونقسم على جوج، يولي عندنا المقام واحد يا شباب راه هو جوج، هنا جوج في جوج هي ربعة، ربعة ناقص واحد زائد الالان ديال اش ديال جوج شحال تساوي؟ فربعة نقص منها واحد هي شحال؟ هي ثلاثة زائد الالان ديال جوج على جوج. هذا المكان بالنسبة النتيجة النهائية، يعني أحسن حاجة نوصلوا لهذه نقطة الأخرى اش نقول لهم؟ إذا التكامل من اش؟ من زيرو الالان ديال جوج شحال تتساوي؟ تساوي اكسبونسيال ديال جوج اكس زائد اكسبونسيال تاع اكس زائد واحد على اش؟ على اكسبونسيال تاع اكس زائد اكس شحال تساوي؟ هي ثلاثة زائد هنا راه غلط، عفوا هنا راه غلط، فالالين تاع جوج في جوج هي جوج الالين تاع جوج، دائما تنسبقوا العدد ونسلوا الالين، كذلك بالنسبة لهنا اعتذر على هذا الغلط، تولي جوج الالين ديال جوج على جوج. اوكي هذه هي النتيجة النهائية ديالنا، وهذا ما كان بالنسبة لهذا الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا فيه، فإلا استفدتوا فيه لايك شي كومونتير زوين وبارطاجوه لشي مع الأصدقاء تاعكم باش تكون إفادة جماعية، وما تنساوش فالفيديو الجاي تكون مكملة بالأجزاء، فكونوا في الموعد وتبارك الله عليكم.